ماذا تعرف عن كويت إفريقيا؟ هل ستصدقني إن أخبرتك أن أغنى دولة إفريقية من حيث تنوع مصادر الثروة يعيش 33% من سكانها تحت خط الفقر؟ هل ستصدق أن رجلاً واحداً وعائلة واحدة يتحكمون في ثروات هائلة وأبار نفط تتعدى أرباحها 37 مليار دولار سنوية؟ والسؤال الأهم هنا، هل ستصبح فرنسا الآن درباً من الماضي في التاريخ الإفريقي؟ عزيزي المشاهد، تابع معي هذه الحلقة لتعرف أكثر ولنحل هذا اللغز معاً. نهاية عائلة بونغو. في صباح 30 أغسطس لعام 2023، أعلنت مجموعة من كبار الجنرالات في الجابون عبر شاشة التلفزيون الرسمي للبلاد جابون 24 أنهم استولوا على السلطة في العاصمة ليبرفيل احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأخيرة. جاء ذلك في غضون ساعة واحدة فقط بعد إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوندويمبا بولاية رئاسية ثالثة تمتد لخمسة سنوات بنسبة 64.27% بعد انتهاء فرز الأصوات في لجان الاقتراع التي بدأ التوافد عليها منذ صباح يوم 26 أغسطس إلى 29 أغسطس مساء. وكان بيان المجموعة الانقلابية التي ضمت أكثر من 10 ضباط كما يلي نصا: نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، قررنا باسم الشعب الجابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم. ولهذه الغاية ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس لعام 2023 فضلا عن نتائجها. والجدير بالذكر أن قادة الانقلاب أعلنوا حل الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على جميع مقرات الدولة وإغلاق الحدود وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس علي بونغو البالغ من العمر 64 عاما وإحالته للتقاعد وتوجيه تهمتي الاختلاس والخيانة العظمى لعدد من أفراد حكومته من بينهم نور الدين بونغو نجل الرئيس ومساعده ومستشاره. وعلى أي حال فالمرشح ألبرت أوندو أوسا وهو مرشح المعارضة الذي كان ينافس بونغو في الانتخابات الأخيرة والذي حصل على نسبة 30.77% من الأصوات كان قد صرح لوسائل الإعلام الدولية قائلا: لقد فزت بالانتخابات ولكن تمت عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، ولذلك فأنا قد كنت نشدته أول أمس بتسليم السلطة من دون إراقة الدماء. هكذا تم إزدال الستار على حكم عائلة بونغو الذي امتد على مدار 56 عاما كاملة، حيث تولى الرئيس عمر بونغو السلطة سنة 1967 بدعم من فرنسا واستمر في منصبه لمدة 42 عاما متواصلة حتى وفاته سنة 2009، وعرف عنه سوء سمعته وفساده ونهبه لثروات البلاد. ولكن بعد وفاته دعمت فرنسا أيضا ابنه علي بونغو لتولي السلطة فأصبح رئيسا بعد وفاة والده مباشرة، أي أنه استمر في منصبه 14 سنة متواصلة، وذلك رغم إصابته بجلطة دماغية سببت له إعاقة حركية ملحوظة عام 2018، إلا أنه لم يتنحى رغم سوء حالته الصحية. لكن هل انقلاب الجابون مشابه لانقلاب النيجر؟ عزيزي المشاهد، لا تبخل علينا بإعجابك بالفيديو والاشتراك في القناة، وكن دائما مع المهندس الإخباري الذي يقدم لك قيمة بصوت هندسي. ثورة الجيش. قال أوفيغو أغويغو وهو محلل في مجموعة استشارات الأمن أفري بوليتيكا أن الانقلاب في الجابون ليس مشابها لما شهدناه في دول غرب إفريقيا الأخرى كبوركينا فاسو والنيجر، فتلك الانقلابات تتمحور حول السيطرة على الحكم في المقام الأول. لكن ما حدث في الجابون يتعلق بشكل خاص بغضب الجيش من تزوير الانتخابات. وقالت سانو شنايدو كبيرة الباحثين في معهد الحوار العالمي بجنوب إفريقيا إن تظاهرات يوم 30 أغسطس تشير إلى أن الناس غير راضين عن الفساد وسوء إدارة مواردهم وأموالهم، إنها رد فعل ليس فقط ضد نظام فاسد ولكنه نظام قمعي أيضا. القصة تتعلق بشعور الناس بعدم الثقة في العملية السياسية برمتها، وهم يرون بشكل أساسي أن الجيش هو الكيان الوحيد القادر على تغيير الأمور فعليا.
وللمعلومية، فإن نجح هذا الانقلاب ستكون هذه المحاولة الانقلابية الثامنة على التوالي في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020. كويت إفريقيا. دعني أفاجئك عزيزي المشاهد وأخبرك بأن الجابون عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، حيث يصل مجمل إنتاجها إلى 181 ألف برميل من النفط الخام في اليوم الواحد، مما يجعلها رابع أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء، وتلقب بكويت إفريقيا نظراً لثرائها وصغر مساحتها التي لا تتجاوز 268 كيلو متر مربع فقط، كما أن عدد سكانها لا يتجاوز 2.3 مليون نسمة، وهي من أوائل منتجي النفط في إفريقيا. وفي عام 2020 شكل النفط 38.5% من ناتجها المحلي الإجمالي و70.5% من مجموع صادراتها بحسب البنك الدولي. ولذلك فالجابون إحدى الدول الإفريقية الأكثر ثراء من ناحية الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد الذي بلغ 8820 دولارا أمريكية عام 2022، وذلك بفضل النفط والمنغنيز والذهب واليورانيوم والخشب والكاكاو والألماس، كما أن الغابات تحتل 88% من مساحة البلاد، أي أن الجابون تتربع على عرش تجارة الأخشاب عالمية، وهي ثاني أكبر منتج للمنغنيز الخام عالي الجودة في العالم، وتمتلك أيضاً احتياطات ضخمة من خام الحديد عالي الجودة. لكن رغم كل هذه الثروات، ارتفعت نسبة البطالة في الجابون إلى 40% عام 2020، كما أن نسبة الفقر آخذة في الارتفاع أيضاً، حيث تضخمت نسبة الفقر من 27% في عام 1995 إلى 33% في عام 2005، ويقدر أنها بلغت 37% في عام 2010، وبلغ عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 33.4% عام 2017. لكن لا عجب أن هذه الدولة فاحشة الثراء يعاني سكانها من البطالة والفقر المدقع، وهذا ببساطة لأن فرنسا تتحكم بنسبة تفوق 90% من مجمل هذه الثروات. كيف؟ دعونا نرى. فرنسا الكابوس المستعمر. في عام 1910 احتلت فرنسا الجابون، وظل الاستعمار الفرنسي جاثم على صدور الجابونيين حتى 17 من أغسطس لعام 1960 يوم توقيع وثيقة الاستقلال عن فرنسا، ونالت بذلك الجابون حريتها، ولكنها كانت حرية شكلية على الورق فقط للأسف، وذلك لأن فرنسا كانت ولا زالت تحكم الجابون فعليا حتى هذه اللحظة. يكفي أن تعرف عزيزي المشاهد أن معهد أبحاث الدفاع السويدي أصدر تقريراً أكد فيه أن هناك 350 قاعدة ومنشأة فرنسية في الجابون، فهذا العدد الهائل من القواعد العسكرية والمدنية التابعة لفرنسا لا يتناسب إطلاقاً مع صغر مساحة الجابون. هذا حرفياً احتلال تام بكل معنى الكلمة، وستندهش أكثر إن علمت أن شركة التعدين الفرنسية العملاقة إيراميت هي ثاني منتج لخام المنغنيز عالي الجودة في العالم، لأنها ببساطة تمتلك 100% من امتياز التنقيب على المنغنيز في الجابون. فالشركة تنتج سنوياً 2.3 مليون طن، أي أن نصيب المواطن الجابوني من ثروة المنغنيز التي تسرقها فرنسا يعادل طناً كاملاً من المنغنيز لكل مواطن سنوياً، وهذا كفيل بأن يغني مواطن الجابون الجميع عن العمل من الأساس مدى حياتهم. ولكن لفرنسا رأي آخر، وعلى أي حال فور إعلان الانقلاب تم تجميد نشاط إيراميت في البلاد من طرف الجيش الجابوني، وبعد ساعة واحدة من اعتقال علي بونغو خسرت إيراميت فوراً 5% من قيمتها في البورصة العالمية، وبالتأكيد نزيف الشركة الفرنسية سيستمر إذا نجح هذا الانقلاب. هذه الحلقة ما هي إلا بداية الحديث عن صراع الجيش الجابوني مع فرنسا، فكونوا مستعدين لما هو قادم. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن فرنسا ستتدخل لتعيد علي بونغو العميل مرة أخرى للسلطة، أم أن الأوان قد فات؟ وهل استفاقت إفريقيا بعد ثبات الاستعمار الطويل؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، وانتظروا المزيد مع المهندس الإخباري.